على السلامة ومرحبا بكم. فيديو هذا باش يكون ميساج للشعب التونسي والشعب المغربي على السباني اللي قاعد نشوف فيه في الكومنتيرات في فيديوهاتي وحتى في فيديوهات نتاع دي يوتيوبر اخرين. قبل ما نبدا نحكي الساعه في الفيديو هذا الساعه بارطاجي باش الميساج هذا يوصل للناس الكل. قاعد نقرا في الكومنتيرات قاعد نشوف في كميه نتاع سبان بين زوج شعوب بين زوج جماهير نتاع زوج شعوب شيء يوقف المخ. سبان تطيح قدر شيء كبير معناه نيفو طايح برشا. سبان الام سبان كل شيء كل شيء يتسب سبان الجلاله. شنو هذا شنو اللي قاعد يصير بين زوج شعوب زوج معناها منتخبات وزوز دول عندهم تاريخ كبير برشا تقاليد تجمعنا اخوات في بعضنا نحب بعضنا عندنا برشا تقاليد كما قلت تجمعنا. شنو هذا اللي قاعد يصير؟ اسكو ماتش كوره يوصل يفرق بين زوج شعوب؟ يا خويا سمح منها الكوره بس تفرق بين زوج شعوب من اكبر الشعوب في العالم نعاود نقولها في العالم. ماتش كوره يوصل يفرقنا يا خويا سمح منها. هذه تشامبيونز ليغ هذه نتاع الافريك والفار ودرا شنو ما حاشتناش باش تلعب لا الترجي مستحقته باش تزيدوا الخزينه نتاعها المعبيه بالتيتروات والا لا فريق الوداد مستحق التيتر هذايا باش يزيدوا الخزينه. زوج فرق كبير زوج فرق عريقه من احسن ما فما في في الافريك وما همش مستحق التيتر هذايا دونك مما لا شك في انه فما برشا خور برشا فضايح في الكاف وبرشا فساد يلزمنا نتحدوا مع بعضنا باش نحاربوا الفساد هذا باش في المستقبل كي كيب تلعب وتهز تيتر تاخذ حقها كما يلزم. دونك رساله للزوج جماهير نتاع زوج شعوب معناها نتاع الفريق التونسي والفريق المغربي خلينا نحبوا بعضنا يا خويا ما نحبوش بعضنا خلينا نحترموا بعضنا خلينا اخوات خلينا علاقتنا تكون باهيه خلاها في نطاق الكره. علاش الامور وصلت امور سياسيه باش تتعدل الامور الكرويه خلاها في المستطيل الاخر خلينا نحترموا بعضنا. هذا هو الميساج اللي نحب اليوم نوصله للزوج معناها الجماهير نتاع الزوج فرق. بارتاجي الكلام هذا باش يوصل. تحية للشعب المغربي وتحية للشعب التونسي وان شاء الله بالتوفيق للزوز منتخبات في الكاس الافريقي وان شاء الله نوصلوا فينال ونلعبوا فينال ويتعدى فينال بين المغرب وتونس فينال من اعلى طراز وتتفض في الكورة ومحلاها ونشوفوا معناه الجماهير من زوز فرق في المدارج. هذه الميساج متاعي دونك بالتوفيق للزوز جمعيات وتحية للعب الكل وبالله وصلوه الميساج هذايا خليها تتفض وخلي القلوب تصفى ويزينا من الحقد والكره اللي قاعد نشوف فيه. ان شاء الله يوصل الميساج متاعي. سلام.